والله حرام اللي حصل في طلبة امتحانات الإعدادية النهاردة، وأولياء الأمور تستغيث. اللي حصل النهاردة في امتحانات الإعدادية لا يسر عدو ولا حبيب، وزي كل سنة في مصر في أيام الامتحانات كتير من أولياء الطلبة والأمور بيصابوا بحالة جامدة من الإحباط، وده بسبب موقع شاومينج اللي بيقوم بتسريب الامتحانات يوم الامتحان الصبح على قناته على تليجرام. وبتبذل وزارة التربية والتعليم جهودها كل سنة عشان يسيطروا على الموضوع، والحقيقة إنها بتفشل في كل مرة. وأكيد كتير منكم فاكرين المهزلة اللي حصلت في امتحانات الثانوية العامة السنة اللي فاتت، وتسريب الامتحانات على شاومينج قبل الطلبة ما يدخلوا الامتحان، وده اللي سبب انهيار لكتير من الطلبة وحسسهم بالظلم، وده اللي شفناه في تسريب امتحانات الإعدادية السنة دي في القاهرة على قناة شاومينج بتغشش على قناتها على تليجرام. ووزارة التربية والتعليم أكدت إنها هتحقق في الموضوع وعدم السماح للطلبة بدخول الامتحان بالموبايل. وأولياء الأمور ردوا على تسريب خبر الامتحانات وقالوا الموقع ده لازم يتقفل لأن الأولاد ما بقوش بيذاكروا، واللي قالت إن الأجيال بتاعة شاومينج المعتمدة على الغش هتطلع تشتغل إيه؟ ولا دول اللي بيقعدوا على النت ويقولوا إن مفيش شغل؟ والطلبة ردوا وقالوا عقبال الثانوي والكليات. تفتكروا مين اللي مسؤول عن شاومينج وتسريب الامتحانات كل سنة في مصر؟ والمصلحة مين؟